اول حاجه يا شباب نفتح اي متصفح عندنا على الكمبيوتر، بعدين نيجي نشرة العنوان، نكتب 192.168.1.1، يجيب لها صفحه بالشكل ده. اليوزر نيم بيكون ادمن والباسورد بيكون ادمن. لو كتبت الباسورد وطلع غير اي حاجه تانية غير ادمن، فهتلاقي الباسورد مكتوب على ظهر الراوتر عندك، تقدر تنسخه وتكتبه يفتح معاك على طول. بعد كده يفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه نيجي على العمود اللي على الشمال، نختار منه كلمه نتورك، ومن نتورك نختار كلمه دبليو لان، ومن دبليو لان نختار كلمه سيكيورتي. وتاني خيار هنا معانا اللي هو الباسورد، هنا بنمسح الباسورد القديم ونكتب الباسورد الجديد اي حاجه انت عاوزها. وبعد كده نختار كلمه سبمنت اللي موجوده تحت هنا. وبكده نكون غيرنا باسورد الواي فاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. مع السلامه.